الثالثة صباحا الواحدة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية مملكة النرويج مختلف جوانب الأزمة الإنسانية بقطاع غزة والجهود المطلوب القيام بها لضمان تسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات لغزة. خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره النرويجي، أكد الوزيران على أهمية حشد الموارد والدعم الدولي لتكثيف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت وإزالة العوائق التي تحول دون تدفقها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إلى أن وزير خارجية النرويج ثمن الدور المهم الذي تضطرع به مصر على مسار تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك فيما يتعلق بدعم تحقيق وقف إطلاق النار. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل سبل الدعم للأشقاء بقطاع غزة. وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج بالمستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. ثمن إريك كوكريل رئيس وفد البرلماني الفرنسي الذي يزور القاهرة حاليا الجهود التي تقوم بها مصر من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأشاد رئيس الوفد البرلماني بالدور الذي تلعبه مصر في المحادثات التي تجري حاليا والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار بالقطاع وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي غزة. وأعرب أعضاء الوفد الفرنسي عن دعمهم للشعب الفلسطيني ووكالة الأونروا، كما أكد الوفد أن 70% من ضحايا قطاع غزة من الأطفال والنساء. قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن قرارات وقف تمويل الوكالة التي اتخذتها بعض الدول متسرعة وغير منطقية. كما أشار مفوض عام الأونروا إلى أن تلك القرارات مدفوعة بحالة الاستقطاب التي فرضتها الحرب، كما شدد على أن الوكالة ستواصل دعم اللاجئين الفلسطينيين. شاركت مصر مؤخرا في اجتماع اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوفد المصري المشارك بالاجتماع والذي ترأسه السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان أكد حرص أعضاء اللجنة على تقديم كل أوجه المساعدة الممكنة لتقريب مواقف الأطراف السياسية اللبنانية دون تدخل أو افتاءات على حق ومسؤولية البرلمان اللبناني الحصرية في طرح الأسماء المرشحة للمنصب، مشيرا إلى موقف مصر الراسخ الداعم للبنان والحريص على إتمام الاستحقاق الرئاسي في أقرب وقت، وذلك تمهيدا لاستكمال مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذا للإصلاحات المطلوبة. يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غدا الاثنين حول الضربات الأمريكية بالعراق وسوريا، وذلك بطلب من روسيا. وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أدانت الضربات الأمريكية على سوريا والعراق، وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الغارات الجوية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا هي تجاهل تام من واشنطن لمعايير القانون الدولي. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من خطر التصعيد بالمنطقة بعد الهجوم الأمريكي على سوريا والعراق،
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ تدابير للحد من التطورات أو التوترات بالمنطقة. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في بيان مشترك عن تنفيذ ضربات على 36 هدفا للحوثيين باليمن. وذكر البيان أنه تم استهداف منشآت تحت الأرض تابعة للحوثيين تشمل مخازن أسلحة ومنظومات وقاذفات صواريخ وغيرها من القدرات. يأتي هذا فيما قالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية نفذت ضربات استهدفت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن أعدها الحوثيون باليمن لضرب سفن بالبحر الأحمر. وصلنا إلى ختام الموجز، ودوما لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، ولكم مني تحية، أنا آية عبداللطيف.